فرحك لا يعني قتلي، وطريق الهلاك يبدأ بالمخدرات. عنوان ندوة توعوية أطلقها المجلس الأمني لمركز أمن حطين في لواء رصيفة للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية وانتشار آفة المخدرات بين الشباب. كلنا يعلم، صغيرنا وكبيرنا، ما هي حجم الخسارة التي نتعرض لها من جراء إطلاق العيارات النارية. فكل الموجودين ليسوا بحاجة إلى محاضرة ولا بحاجة إلى إرشاد، نحن هنا فقط من أجل التذكير، لأننا نعلم كم من فرح تحول إلى مأساة، وكم منا فقد عزيز عليه كان لولا طلقة طائشة أحد المشاركين في هذا الحفل. القائمين على الندوة أكدوا أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تشكل عبئاً أمنياً ومجتمعياً ونفسياً، ويجب على الجميع التصدي لقتل الأبرياء والوقوف صفاً واحداً، إضافة إلى آفة المخدرات التي تستهدف الشباب والشابات ببث السموم التي تؤثر على الفرد. إن الأرقام تضاعف المخاوف، والشباب تتزايد أعدادهم في مراكز اختيارهم الشافي وهو الإدمان على المخدرات، لهذا يجب اتخاذ تدابير لمواجهة الأزمة بحنكة وتفكيك. اقتصاد المخدرات يتطلب عزماً وتصميماً محكماً، رغماً أنه لن يتحقق على وجه السرعة. وتضمن الحفل عرض مواد فيلمية عن الآثار المدمرة للمخدرات وظاهرة إطلاق العيارات النارية، سعياً إلى إيجاد مجتمع رافض لهذه الظواهر. يد غير مسؤولة ستقتل أحلامهم.